يعني لو ألقينا نظرة كده على ما حدث في مصر من معركة بناء وتعمير في عهد الرئيس السيسي منذ عام قيام ثورة يونيو في 2013 وحتى الآن، وخلينا نقول يعني خلال لو اتكلمنا عن 7 سنوات يبقى من 2014 ولحد النهاردة، إيه الصورة اللي حضرتك شايفها يعني لو اتكلمنا عنها بإيجاز؟ خليني أشكرك على السؤال ده كبداية للحوار. شكرا لحضرتك. قبل ما نقع وندخل في تفاصيل التناول والرصد العلمي التحليلي، تعالي بصي كده على ملامح الصورة ككل وبعدين نبتدي نبص على مكوناتها. بلد من التشتت والاختطاف إلى التوحد والاصطفاف، قولا واحدا. بلد من الخوف من المجهول وارتباك الموقف لدرجة إن كل مواطن كان بيقابل أي حد يقول له هي مصر راح على فين؟ ده كان سؤال طبعاً بيعبر عن الحيرة. من إفلاس، ولما أقول كلمة إفلاس أنا لا أعلن سر، إنه في 2015 الأرقام التي اطلع عليها السيد الرئيس ومن واقع الدراسات كانت بتقول مصر على وشك الإفلاس، لم تكن تملك احتياطي نقدي يكفيها أسبوعين شراء المواد الأساسية الغذائية للشعب المصري. مصر دولة رمادية أمام الإعلام الدولي، دولة محدش عارف هي راحة على فين، إلى دولة واضحة المعالم إلى أن وصلت إلى ما يسمى بمفهوم الجمهورية الجديدة. أستاذة ريهام، هتكلم عن إنجاز يصعب رصده بالأرقام، وفي رأيي ده كان حجر الزاوية، لأني هقول لك جملة وهفسرها لك وهي ليست شعار. الجملة بتقول إيه؟ بتقول الأمة اللي أمنها النفسي ومزاجها معتل أمنها القومي مختل. ليه؟ الأمن القومي بمفهومه التقليدي حدودك بحرا وجوا وأرضا، عمر الشعب المصري ما كان عنده قلق ناحيتها، عندك جيش قوي وعندك شرطة قوية وأمينة، وبالتالي نقطة الضعف اللي بتدخل منها أي قوة مضادة هو أمنك النفسي، كيف يقاس؟ إلى جانب مفيش أمة بتعرف تطور نفسها ولا تتطلع للأمام إلا إذا كان عندها أمن نفسي، اللي احنا ممكن نسميه بالبلدي لتقريب الكلام للناس المزاج العام. بالله عليكي لو مزاجك متعكر ومختل بتعرفي تشوف الدنيا ازاي؟ ما تعرفيش تبني طبعاً. طيب ايضا في مبدا ادى الى هذه الصوره الايجابيه، واعتقد لازم تدوا الحق الملكيه الفكريه لسياده الرئيس في اسم البرنامج بتاعكم، المواجهه. الرئيس استخدم 3 مبادئ في التعامل مع قضايا مصر: المواجهه، المصارحه، الجراه. امسكي معايا القضايا الكبرى. لما قرر ان يواجه ازمه الاقتصاد المعتل اللي كان مهدود قوته، حصل ايه؟ 2006 لما طلع قرار تحرير سعر الايه؟ الصرف. انا لا اعلن سر لانه سياده الرئيس قاله في مناسبه عامه. قال لما الدوله كلها كانت الآن من هذا القرار اللي اتأخر كثيرا، حصل ايه؟ الرئيس قال وعلى الهوى، انا قلت لو مش هتاخدوا القرارات الجريئه شوفوا لكم حد غيري. ليه؟ كل ارقام ودراسات بتقول انه مثل هذه القرارات بتؤثر على شعبيه الرئيس. الرئيس لم يكن يعنيه في هذه اللحظه الا الانجاز والتقدم.